صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ابعد عنا وعن شيخنا وعن والدينا وعن حاضرين ومسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بروحه وعن الصالحين، قال في صحيحه في كتاب التفسير، قال بيضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل الويسي، نعم رحمه الله، قال حدثني مالك، مالك النجم، إذا ذكر حديث مالك النجم، اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه من ثقات الاثبات. ان وصلنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. انس من السبع المكثرين عن النبي الامين. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال يقول: كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر انصاريا بالمدينه نخله، وكان احب اموالي اليه بيروحاء، وكان مستقبلها المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها واشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحه رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ان الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي بيروحاء، وانها صدقه لله، صدقه لله، ارجو غفرانها وذخرها عند الله. فقال يا رسول الله: حيث اراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحر، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. قال: وقد سمعت ما قلت، واني ارى ان تجعلها في الاقربين. قال ابو طلحه رضي الله عنه: افعل يا رسول الله. قال: فقسم ابو طلحه في اقاربه وبني عمه، قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. قال حدثني يحيى بن يحيى، قال: قلت على ذلك من رايح. قال حدثني محمد بن عبد الله الانصاري، قال حدثني ابي عن سلامة عن انس رضي الله عنه انه قال: فجعلها لحسان وابي رضي الله عنهما وانا اقرب اليه ولم يجعل لي منها شيئا. نعم، هنا هذا الحديث عظيم جدا في هذا الباب. أولا قولي تعالى، في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تصل إلى معدن البر أن تنفق مما تحب. رضي الله عنك يا محمد، أحسن الله، أن تنفق مما تحب، وهذا وبهذا يكون النفس طيبة بها، وأيضا الجود. والله تعالى لما مدح الأنصار قال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والجود عظيم، وهو من صفات الله جل في علاه، فإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يجارسه جبريل القرآن. لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء ابن عمر فاشترى السكر فباعه فوزعه على الناس صدقة، تصدق بالسكر لأنه يحب السكر. وأيضا من هذا أنه كان يحب امرأة رومية، أما رومية كان يحبها جدا وكان يملكها، يستطيع أن يعتقها ويبقيها زوجة، لكنه أعتقها لله جل في علاه، ما أراد إعادتها لأنه كانت ممن يحبها جدا. فلذلك نعم بحبي لها تصدق بها. وهنا لما سمع الآية أبو طلحة، وهذا معدن خير، أبو طلحة هذا رامي الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة فاعل الخير، أبو طلحة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه: إن الله ضحك من صنيعكم البارحة. فلما سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أيوة نعم، السلام عليكم، نعم أنا، نعم تفضلوا، في سؤال سريع تفضلوا، أنا في درس الآن، حبك الله تحتنا فيها حذيفة. فإذا هنا لما سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنت تعلم أن أحب أموالي إلي بيرحة، وإني جعلتها لله، وإني جعلتها لله. النبي صلى الله عليه وسلم انشرح صدره وقال: ذاك مال رايح، ذاك مال رايح، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. ثم قال له: سمعت ما قلت وأرجو أن تجعلها في الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، أرجو أن تجعلها في الأقربين. فجعلها في أقربائه. أنس يقول: لم يجعل لي منها شيئا، وكان أبي بن كعب وغيره جعلها فيهم أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال جعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا. الغرض المقصود أنه جعل في الأقربين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة على أن الأعظم أجرا الأقرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة حين قالت: أرأيت ما فعلت في الأمة أو العبد الذي كان عندي؟ قال: ما فعلت؟ قالت: أعتقته. قال: لو كنت أعطيته لأخوالك لكان أعظم في الأجر لك عند الله، لكان أعظم في الأجر لك عند الله.
هو في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذه صدقة قال ذاك مال رايح قال إن الله قد قبلها منك، إن الله قد قبلها منك. الفوائد المستنبطة: صدق النفقة أن تنفق مما تحب، صدق النفقة أن تنفق مما تحب، مدح من فعل الخير في وجهه لعل الناس تأتسي به ولعله أيضا يشكر ربه على التوفيق في ذلك. فضل الصحابة الكرام وأنه المال عندهم ما كان يعني شيئا، كان أفضل ما فيه هو النفقة في سبيل الله جل وعلا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.